وسط ترقب داخلي وخارجي. يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن خطاب حالة الاتحاد في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة على وقع صراعات ونزاعات إقليمية ودولية، وفي مقدمتها حرب غزة وأوكرانيا، هذا إضافة إلى العديد من القضايا الداخلية الملحة مع قرب الانتخابات الرئاسية. خطاب هذا العام يأتي وسط منافسة انتخابية محمومة في ظل اقتراب رئيس سابق دونالد ترامب من حسم الترشح عن الجمهوريين، وهو ما قد يمثل فرصة لبايدن من أجل كسب تأييد الناخبين في السباق للبيت الأبيض. فهل يكسب ثقة الأمريكيين في عام الانتخابات؟ من واشنطن ينضم إلينا المستشار السابق للرئيس أوباما باراك أوباما روجر فيسك. أستاذ روجر، مرحبا بك معنا. إذن تحدثنا عن سياقات عديدة تتزامن مع خطاب حالة الاتحاد هذه السنة بالنسبة لبايدن، ما الذي يجب أن نراقبه الليلة؟ Well, first off, thank you so much أولاً شكرا جزيلا لوجودي معكم ومرحبا بالمشاهدين. إن حالة الاتحاد هي المرة التي يأتي فيها الرئيس ويتحدث مباشرة للشعب الأمريكي للساعة، وما يفعله هو عدد من الأمور. أولا سوف يعود إلى الوراء ويقوم بتلخيص إنجازاته، وحيث أن الرئيس إذا كان لديه الكثير من الأمور مثل البنى التحتية ومكافحة المخدرات، وأيضا أن يقدم توقعات لما يتبقى من الأجهزة وأيضا الممارسات، يأخذ هذه التشريعات التي يجعلها ويحققها ويجعلها ملموسة، وذلك للأسرة أو العائلة الأمريكية، وأيضا حيث يتطلعون إلى ميزانيتهم وأولادهم في المدارس والوظائف وما إلى ذلك. إذن الرئيس عليه أن يأخذ كل هذه الأجزاء من التشريعات ويجعلها مباشرة وفورية للشعب الأمريكي، وعليه أيضا أن يتقاسم نطاق واسع من الرؤية لدور الولايات المتحدة في العالم. إذن ينبغي أن يركز على الناحية الداخلية ويركز على العائلة، وأيضا يتطلع إلى العالم برمته ويشارك فكرة كيف يتخيل الولايات المتحدة وتلعب دورا في الشؤون العالمية. لكن بالتركيز على القضايا الداخلية، هناك عدد من الإخفاقات كثيرة خاصة في ظل الوضع لدى الكونغرس والعقبات في تمرير عدد من القضايا، يعني عدد من الأمور اللي تعهد بها السنة الماضية أخفق فيها أكثر مما نجح فيها. إلى أي مدى يمكن أن يصل للناخبين، خاصة في خضم وجود انتقادات من داخل التيار التقدمي داخل حزبه، اللي من المفترض أنه يخططون يعني لبس دبابيس خلال هذا الخطاب داعمة لغزة، وبالتالي إلى أي مدى أن يكون القضايا الخارجية كذلك تطغى على عدد من الإخفاقات في الداخل؟ أنا أعتقد أن هناك الكثير من الانتصارات، وأيضا لا يوجد شك في ذلك، ولكن عندما ننظر إلى البنى التحتية والقانون الخاص بها، وهذا هو الأكبر منذ الرئيس آيزنهاور فيما يتعلق بالطرق والجسور والموانئ في البلاد، هذا يعني أن هناك وظائف وأكثر من 40,000 مشروع في البلاد، وهذا لا يقدم فرص عمل فقط، ولكن هذا يثبت تنافسية الأمريكيين. وكل هؤلاء الجمهوريون الذين قاموا بالتصويت للتشريع سوف يقومون بإعادة انتخاب. هناك الكثير من الدلائل التي أنجزها فيما يتعلق بالرقاقات، وقام أيضا بتخفيض أسعار الإنسولين وما إلى ذلك. لا يوجد شك فإن لديه الكثير من الناخبين. فيما يتعلق بغزة، أعتقد أنه سوف يستمع إلى مطالبات مباشرة لزيادة المساعدات الإنسانية وتقديمها إلى الشعب في غزة، وأيضا في دعوة واضحة لإسرائيل أن تأتي إلى الطاولة، وأيضا أن يكون هناك وقف لإطلاق النار. سوف نستمع إلى ذلك مباشرة، لأن هذا يتناسق مع رؤية بايدن في الشرق الأوسط. وأعتقد أن ما تشيرين إليه أيضا هو أن هناك عدد كبير من المصوتين في الولايات المتحدة الذين يتأثرون بهذه القضية ويرغبون في التأثير
التأكد من أنه سوف ينشر فكرة الحلفاء الخاصة بإسرائيل وأيضاً الأثر الإنساني وما سيحدث في الضفة الغربية. ولكن هل يتمكن من الوصول والحصول على ثقة الناخب الأمريكي بالنظر للخطاب والتساؤلات والجدل المثار بشأن سنه؟ العديد سينتبهون لحالته الذهنية، لقدرته على الارتجال، لطريقة خطابه وإلقاء خطابه، لكن بشكل عام استطلاعات الرأي في الحزب الديمقراطي تفيد أنه من غير المرجح أن يستمع الناخبون المتأرجحون إلى هذا الخطاب أو يتابعوه، عدا عن الملتزمين من الحزبين أو من داخل القاعدة، يعني اللي هم اوريدي مهتمين بهذا الخطاب وبالشأن السياسي. بالتالي هل يشكل أي فارق فيما يتعلق بثقة الناخبين؟ دائما كان هذا التحدي للحصول على ليس فقط الأشخاص في أيضا في خطاب حالة الاتحاد، ولكن أيضا لمن يتحدث إليهم. إذن بعيدا عن الديمقراطيين والجمهوريين هناك تحدي، وهذا أمر صعب مع مرور الوقت. هناك تزايد وانقسام كبير. على سبيل المثال، أعتقد أن الشباب بالضرورة سوف يستمعون إلى خطابه لساعتين، ولكن في نفس الوقت من المهم أيضا أن نأخذ في الاعتبار أنه في المرة القادمة التي سيكون لديه تواصل مع الشعب الأمريكي سيكون في مؤتمر الديمقراطيين في الصيف، وأعتقد أنه سوف يعتمد على الوقت الذي سيكون لديه حضور وأيضا الفرصة المباشرة للتحديث مباشرة للشعب الأمريكي. وما أعتقد أيضا هو النقطة التي تتعلق بالتحديات السياسية، سوف يقر أنه هناك المزيد من العمل فيما يتعلق بإرسال وقتي. أستاذ روجرز فيسك، المستشار السابق للرئيس الأسبق باراك أوباما، شكرا جزيلا لك.